الصوم لله يجزي كيف شاء به يا رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أحبتي المشاهدين، استثمارنا اليوم عن موضوع هام، موضوع يمس الأب، الأسرة، المجتمع، ألا هو موضوع التدخين. ما هو التدخين وما آثاره، وكيف أستثمر هذا الشهر في ترك هذه العادة السيئة؟ الدخان، التبخ، مادة أو نبتة كأي نبات عادي، له أغصان، أوراق، أزهار، لكن به هذه المادة السامة التي تسمى النيكوتين. النيكوتين أثبتت الدراسات أن قطرتين من النيكوتين النقي إذا وضعت في فم كلب حشاكم كفيلة بقتله في 3 دقائق، وإذا وضعت 8 قطرات في فم حصان كفيلة بقتله في 10 دقائق، فما بالك في إنسان؟ فكروا معي كيف يدخن الإنسان؟ التقليد، إقناع الأصدقاء. يحس الشاب بداية حياته أنه يريد استقلالية، أن هذا التدخين برستيج، أنه له ثقافة عندما يلتقي مع الناس. أثبتت إحصائية ليبية من وزارة الصحة أن نسبة المدخنين في ليبيا من الذكور بين عمر 15-25 22% من الذكورة، ومن الإناث طامة الكبرى التي تصبح أم 7.5%. إليكم أن ترجعوا إليها هذه الإحصائية في مكتب التوثيق والمعلومات. من الأسباب المؤدية أخرى التي هي للتدخين، التي هو الأب، الذي هو الأب، الآباء الذين يدخنون، أنت قدوة أخي الحبيب، أنت قدوة لابنك. إذا رأك ابنك تدخن فسيدخن. لماذا نتكلم بهذه الحرقة؟ لماذا؟ لأن الدخان أضراره عدة، من أمراض القلب، الشرايين، السرطانات، الفم والرئة واللسان، من الصلع. أثبت أحد الإحصائيات على الصلع أن 75% من المدخنين هم أصيبوا بالصلع. فمع كل هذا، ألا تتمكن أخي الحبيب من ترك هذه العادة السيئة؟ إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أستثمر صيامي. الصوم لله يجزي كيف شاء به، الصوم لله يجزي كيف شاء به يا رحمة الله.